مع الحكيم مع الدكتور عبد العزيز الراجحي. مستمعينا الكرام، نرحب بكم مع الدكتور أحمد زيد، استشاري مشارك المياه البيضاء والزرقاء بمستشفى مغربي بجدة بطريق مكة. دكتور أحمد، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. دكتور أحمد، خلينا اليوم نغطي موضوع المياه البيضاء أو الكاتراكت أو الغشاوة اللي على العدسة. ممكن تشرح لنا لو سمحت الكاتراكت عند الكبار ماذا يعني بالضبط؟ هو الكاتراكت معناه باللغة اللاتينية، يعني باللغة العربية، شلال، تمام؟ وده معناه ان المريض بيشوف صورة مضببة شوية او صورة ضبابية، عشان كده سمي الموضوع دوت بالكاتراكت، تمام؟ وعبارة عن عتامة بتحدث نتيجة السن في اغلب الاحيان عند المرضى كبار السن في اكتر من 50 سنة في معظم المرضى، وده بيكون غالبا مرتبط ببعض عمليات التقدم في السن وكده، بيحصل أسرع قليلا مع بعض المرضى المصابين بالسكر أو اللي بياخدوا أدوية معينة زي أدوية الضغط أو أدوية الروماتيزم أو أدوية لعلاج أمراض أخرى. يعني الأدوية هذه دكتور أحمد تسرع من ظهور الكاتراكت، لكن حتى لو ما أخذوا الأدوية هذه مع التقدم في السن زي بياض الشعر الشيب وكذا، هي جزء من التقدم في العمر. تمام دكتور أحمد، إذا أنا عندي كاتراكت أو بدأ عندي الكاتراكت، هل هو يبدأ فجأة إلى بأقصى درجة ولا هو أمر تدريجي؟ هو الكاتراكت نفسه أمر تدريجي، لكن بيحدث بالتدريج، يعني بيبدأ المريض يلاحظ معاناة في القراءة في بعض الأحيان أو في سواقة السيارات، أو إن الأضواء يكون لها امتداد قليلا، بالذات أضواء السيارات الخلفية لو هو بيسوق، تمام؟ لكن في الحقيقة إن في بعض الحالات المريض بيكتشف الموضوع ده فجأة، ما بيكونش بتزيد تغيرات، ده في حالة إن يكون فيها عين تغيرات أكتر من عين تاني، يعني ما بدها تكون متقدرة في عين أكتر من عين. فمثلا هو بيتوضأ أو بيغسل وشه بغطى عينه اليمين لأي سبب، بيكتشف فجأة إنه عينه الشمال ما بتشوفش كويس، بالتالي بيبتدي يفحص ويتبين في الحالة دي إن عنده مرض. لكن الغالبية العظمى من الحالات بيبتدي يشتكي من رؤية ضبابية، وهو ده اللي بيدفعه إنه يفحص أو إنه بيغير النظارة بشكل كتير أو إنه ما بقاش مرتاح مع النظارات بتاعته، ومع الفحص بيتبين وجود مية بيضاء. لكن المية البيضاء دي شيء مش مثلا في المراية ولا حاجة، ده عرض بيبان في نظره. جميل. نسمع أحيانا في بعض وسائل التواصل الاجتماعي وفي بعض المنتديات أو نقرأ فيها أن هناك بعض العلاجات، فلان اكتشف قطرة، فلان اكتشف عشبة معينة تؤخر ظهور الكاتراكت أو ممكن تعالج الكاتراكت، هل في قطرات تمنع الكاتراكت؟ والله حتى هذه اللحظة ما فيش أي حاجة تقدر تبطأ فعل الزمن، يعني ولا في أي قطرات تقدر مثلا تعكس هذا الموضوع. حتى هذه اللحظة ما فيش قطرة مسجلة ليها القدرة على أنها تعالج المال البيضة أو تؤخر ظهورها، رغم أن في بعض القطرات قديما كانت منتشرة لكن سوت مع الوقت عدم فعاليتها يعني. لكن العلاج الوحيد الناجع لموضوع المال البيضة هو إزالة المال البيضة سواء بالمواجهات الصوتية أو بأي طريقة تانية. طيب إحنا نسمع دائما عن إزالة المياه البيضاء بالشفط، هل هي مياه وانت تدخل جهاز وتشفطها أو العملية أعقد من كده؟ لا، هي الحقيقة هي ليست بعملية معقدة ولا حاجة، لكن المياه البيضاء مش مياه بالمعنى المفهوم. النظر نفسه بيتحول إلى نظر ضبابي يذكرنا بمنظر الشلال، عشان كده سميناها مياه بيضاء. لكن في الحقيقة هي مش مياه، هي العدسة الداخل العين الربانية متكونة من جزئين، الجزء الأولاني هو غلاف، وداخل هذا الغلاف مجموعة من الألياف اللي هي صلبة فعلا، بس وإحنا صغيرين في السن بتكون الألياف دي شفافة، كل ما بنكبر ونتقدم في السن تبتدي عمليات السن تؤثر على شفافية هذه الألياف، فتتحول من وضع الشفافية إلى الوضع المعتم اللي إحنا بنسميه المياه البيضاء. وزي ما حضرتك تفضلت، دي عملية بتحصل بالتدريج، وبالتالي المريض مع بعض الوقت أو مع الانتظار أو الإهمال في علاج المياه البيضاء بتتحول من المياه البيضاء دي من كونها يعني متصلبة إلى وضع ما يسهل إزالته إلى أكثر صلابة، بحيث إن إحنا ما نقدرش نشيلها أو ما يكون الفرص المتاحة لإزالتها أو الطرق المتاحة أقل. كلما انتظرنا أكثر كلما كانت إزالة المياه البيضاء أصعب، لأن العدسة نفسها بتكون متصلبة أكثر. هذا يقودني دكتور أحمد للسؤال التالي، ما هي الطرق المتاحة لإزالة العدسة المتصلبة داخل العين أو الكاتراكت؟ هي الطرق الحقيقة متعددة وكثيرة، وبتتوقف على نوع المياه البيضاء وعلى عوامل أخرى، منها صحة المريض وضعه العام وصحة باقي أجزاء العين. يعني إذا كانت حالة القرنية عند المريض وضغط العين والشبكية تسمح بأن احنا نعمل عملية زي عملية الفيكو أو إزالة المياه البيضاء بالموجات الصوتية، فدي هي الطريقة المفضلة والأكثر انتشارا. دي بتكون عبارة عن فتحة جراحية صغيرة حوالي 2 من 10 ملي، وبندخل بآلة صغيرة زي ما حضرتك تفضلت، بنفتت المياه البيضاء بالموجات الصوتية، بتتسحب.
وبعد كده بنزرع مكان الالياف اللي احنا سحبناها داخل الغلاف المتبقي من العدسة. بنزرع عدسة صناعية لينة بتدخل جوه العين، بتكون ملفوفة على نفسها او مبرومة، وداخل العين بتتفرد وبتتحط في وضعها المظبوط. دي العملية الاكثر انتشارا والاكثر استعمالا، عملية بسيطة جدا، والمريض بيخرج في نفس اليوم، بتعمل بتخدير موضعي، ما بيكونش فيه غرز بعد العملية، المريض ما بيحتاجش تنويم في المستشفى. وفي بعض الحالات بنستعمل قطرة، بس مجرد قطرة دنج، مش حتى دنج حول العين زي ما بيستعمل في اغلب الحالات. ده في حالة ان الماء البيضة في وضع متوسط، او اذا كانت الماء البيضة في وضع متقدم نتيجة لإهمال المريض فترة طويلة وبتكون الالياف متصلبة وصعب ان احنا يعني نشيلها بالطريقة التقليدية، او لسبب اخر طبي، مشكلة في القرنية، او العدسة مش مستقرة في مكانها، او اي سبب تاني بحيث ان العين لا تحتمل ان احنا ندخل بجهاز الموجات الصوتية، فبنضطر نعملها بشكل جراحي. لذلك من الافضل كثيرا ان المريض يبتدي يفحص او يتابع تطور المياه البيضاء مجرد انه يحس انها بدأت تتكون عنده، زي ما شرحنا لحضرتك قبل كده انه بدأ يبقى فيه ضبابية في الرؤية، او ان القراءة بدأت تضايقه، او انه بدأ ما يبقاش مرتاح من النظارة. في بعض الوسائل الحديثة اللي ظهرت مؤخرا هي عن تطوير لعملية المياه البيضاء والموجات الصوتية، هو استخدام الفيمتو ليزر في ازالة المياه البيضاء. يعني بنستعمل ليزر كجهاز في بعض خطوات العملية، وده بيزود نسبة الامان وكمان بيقلل الموجات الصوتية اللي احتاجينها في العملية، وبالتالي نتيجة العملية بتكون أفضل وأحسن كتير من إنه يتعمل حتى بالوسائل الجراحية التقليدية. إذا نفهم كده دكتور إنه عملية الفيمتو فيكو أو استخدام الفيمتو ليزر في عملية الفيكو لا تغني عن استخدام الموجات الصوتية، ولكن تقلل من الطاقة اللي احتاجها في الموجات الصوتية. بالضبط كده يا فندم، بالضبط مظبوط. طيب، وده بيدينا فرصة أكتر إن إحنا نزرع نوعيات خاصة أصلا من العدسات، لأنها بتضمن لنا يعني خطوات معينة في العملية، بتدينا دقة أكتر في الخطوات دي، وبالتالي بيبقى عندنا فرصه افضل ان احنا نحط عدسات زي العدسات متعدده البؤره، او العدسات اللي بتصلح الاستجماتيزم اللي بيسموها توريك، او اي نوع اخر من العدسات. لان زي ما شرحت لحضرتك انه العمليه بالجهاز الفيمتو بتكون اكثر دقه واكثر تحديدا. طيب دكتور، هي اكثر دقه واكثر تحديدا، لكن هذا لا يمنع ان عمليات الفيكو العاديه ايضا فيها كثير من الدقه والامان. فعلا مظبوط. جميل. طيب دكتور، هذه يعني يدفعني للسؤال الثاني. احنا العدسه الطبيعيه اللي ربي خلقها فيها قدره على تغيير قوتها وقدرتها على حسب احتياجاتنا، سواء اذا كنا نحتاج ننظر الى شيء بعيد او الى شيء قريب، فبؤرتها تتغير مع التقدم بالعمر وظهور الماء الابيض او الكاتراك، تتصلب العدسه كما ذكرت، وبالتالي تصبح قوتها مركزة فقط على مسافة معينة أو على قدرة معينة. عندما نزيل العدسة الطبيعية ونضع بدلا منها عدسة صناعية، ما هي خيارات العدسات اللي موجودة عندنا وتأثير خيار العدسة على النتيجة النهائية للنظر؟ حقيقة يعني هو الأكثر عدسات شيوعا واستعمالا العدسات بتصلح النظر للمسافات البعيدة، وبالتالي المريض بيحتاج يلبس نظارة قراءة للقراءة وللأشياء القريبة. لكن في نوع تاني من العدسات بيسموها العدسات متعددة البؤرة، أو العدسات التي لها قدرة على أنها تشوف البعيد والقريب، ودي أنواع مختلفة، ولكن أكثر شيوعا وأكثرها استعمالا هو العدسات متعددة البؤرة. الحقيقة أن العدسات دي على قد ما بتقدم رؤية معقولة جدا للمريض في القريب وفي البعيد، إلا أنها ما بتصلحش لكل المرضى. في بعض الحالات التي لا يصلح ليها زراعة العدسات متعددة البؤرة، زي الحالات المرضى اللي يكون عندهم تأثر في الشبكية بمرض السكر، لأن ده بيأثر على قدرة طبيب الشبكية فيما بعد على متابعة الحالة أو تشخيصها أو علاجها لأي سبب من الأسباب. لذلك أكثر الحالات بنستعمل فيها العدسات العادية الطبيعية اللي هي عدسات وحيدة البؤرة، والمريض بيحتاج بعد العملية إنه يلبس نظارة قراءة علشان الأنشطة القريبة منه زي القراءة والكمبيوتر والأشياء. هل تنصح يا دكتور ان العدسه اللي تزرع داخل العين الصناعيه قد ياتيك يعني مريض يقول لك انا ما يهمني البعيد، انا احتاج فقط اشوف القريب، هل تنصح بشيء زي هذا؟ هو الحقيقه انه حتى هذه اللحظه ما فيش يعني طريقه معينه تخلينا نضمن للمريض انه يشوف القريب بقدر مرضي لي. قبل العمليه لازم نعرف مسافه للمريض بيحتاج يشوف عليها بشكل قريب او كده، وما فيش حاجه معينه برضو بتدينا الفرصه دي. لكن اذا كان المريض حالته تصل لان احنا نزرع العدسه متعدده البؤره، وفي نفس اللحظه ان احنا كمان نديله نظر للبعيد كويس بنفس العدسه، فده ممكن. وفي حالات تانية بنعمل فيها نوع من انواع زراعه الحسابات معينه تخلينا نزرع انواع مختلفه من العدسات في كل عين، بحيث ان احنا نديله فرصه يستعمل عين من العينين في النظر البعيد وعين قريب.
طيب دكتور، أنت ذكرت أنه في بعض الحالات قد لا تصلح لها العدسة متعددة البؤرة، هل هذه الحالات تعتمد على تكوين أو تركيبة العين، أو تعتمد على المريض نفسه مدى قدرته على التكيف مع العدسات هذه؟ زي ما احنا نعرف حتى في النظارات في بعض العدسات متعددة البؤرة في النظارات، ومو كل الناس يرتاحون لها، لكن تمام. كتركيب للوجه وللعين كل إنسان ممكن يسوي له العدسة دي، لكن كوظيفة يصعب على الناس التعود على وظيفتها. فهل هذا الكلام نفسه ينطبق على العدسات اللي داخل العين؟ فعلا ينطبق على العدسات جدا. طبعا في بعض الناس ما بترتاحش مع العدسات، لذلك بيبان الطبيب قادر بمعاملة المريض وببعض الفحوصات قبل العملية انه يحدد هل هذا المريض هيكون مناسب ليه انه يزرع له عدسة متعددة البؤرة او المريض ده مش هيكون مناسب ليه. يعني مثلا لو المريض بيستعمل نظارة متعددة البؤرة ومش مرتاح معاها، طب الاولى ان هو مش هيبقى مرتاح قوي مع العدسة متعددة البؤرة، فمن الافضل عدم تجربة مع مريض زي ده. الافضل ان احنا ننصحه بعدسة عادية مع ارتداء نظارة قراءة او نظارة متعددة البؤرة اذا كان بيستعمل مسافات متعددة زي بعض الناس الموسيقيين مثلاً أو المهندسين اللي بيحتاج مسافة متوسطة مع مسافة القراءة. طب هذا يقودني لسؤال ثاني دكتور، لو أنا مثلاً قلت لك أني إن شاء الله أقدر أتعود على متعددة البؤرة وزرعت لي العدسة هذه وبعدين ما ارتحت معها، هل ممكن تغيرها بعدسة عادية؟ هو ده ممكن يعني، ولا إن كان غير مفضل. يعني العدسة في ممكن ندخل نشيل العدسة القديمة ونتبدلها بعدسة جديدة، لكن ده غير مفضل. يعني يفضل أن العدسة اللي تتزرع يكون القرار فيها مرة قرار واحد وما نغيرهاش كتير. جميل. لأن في كل مع كل عملية جراحية مع كل تدخل جراحي بنحمل قدر معين من الخطورة على عين المريض. دكتور، كنا قديما بعد عمليات إزالة الكاتراكت أو العدسة اللي داخل العين كنا نعطي نصائح للمرضى أنه ممنوع يسجد، ممنوع يعني بعض الأنشطة معينة، الأشياء الثقيلة يشيلها، كثير من النصائح كنا نعطيها من المرضى. هل في شيء من النصائح الآن من هذه لازال يعني قائم مع العمليات الجديدة أو الطرق الجديدة، وهل في محاذير معينة تمنع عنها المريض بعد عملية إزالة الماء الأبيض؟ والحقيقة أنه العمليات التطور في عمليات الماء البيضاء خاصة بعد الفيكو، وخاصة بعد أنواع جديدة من الفيكو زي الفتحات الجراحية متناهية الصغر، عامل الأمان بالنسبة للممنوعات عالي جدا، أصبح أكبر بكثير من الأول، فبقيت المحظورات أقل كثير من الأول. ولكن ما زلنا برضو حرصا على المريض بننصحه أنه يتجنب أنه يشيل الأشياء تقيلة أو أنه ينزل راسه زي في السجود او في الركوع، او يدخل ميه داخل العين لايام بسيطه، او انه يضغط على عينه بشكل اشكال او ينقل الجنب اللي اتعمل فيه العمليه لمده بسيطه كده بعد العمليه. لكن زي ما قلت لحضرتك انه دلوقتي بقت نسبه الامان عاليه، فبقت المحظورات اقل كتير من زمان. طيب دكتور، المرضى اللي يسوون عمليه الماء الابيض، هل نسبه المضاعفات بعد العمليه هي نسبه عاليه؟ هل هي عمليه تخوفني انا؟ حقيقة نسبة الأمل أصبحت عالية زي ما قلت لحضرتك من شوية، بس برضو ما زال في كل عملية احتمال أنه يحصل بعض المضاعفات. أكثر حاجة بنخاف منها وإن كانت نسبتها قلت كثيرا هو حدوث التهاب داخل العين، حدوث عدوى داخل العين، ودي قلت النسبة دي الحمد لله بفضل الله، يعني بعد تطور مضادات الحيوية وتطور وسائل التعقيم بقت دي قليلة جدا. أما أغلب المضاعفات اللي بتحصل أثناء الجراحة مثلا أصبحت يعني يمكن علاجها ويمكن السيطرة عليها وفي وقت العملية نفسها، وبالتالي نسبة الأمان في العملية أصبحت عالية. فالماء البيضاء ما بقتش عملية مخيفة، وما بقاش وتطور الوسائل الجراحية خلى زي ما شرحت لحضرتك إنه نسبة الأمان فيها أعلى كتير من زمان، وده اللي بيخليه يعني لما نكون محتاجين نعمل لمريض عملية ما يبقاش عندنا مشكلة خالص في الأحلام. دكتور أحمد زيد، استشاري مشارك المياه البيضاء والزرقاء بمستشفى مغربي بطريق مكة بجدة، شكرا جزيلا لك.